بالسيرات الذاتيه بالعشر مدربين حتى بما فيهم المصريين، لقوا ان الراجل دوت هو افضل اختيار بمشيئه الله في التوقيت دوت. احنا نتمنى له التوفيق ونبقى كلنا وراه، وباذن الله يحالفه التوفيق ويقدر يجيب لنا بطوله افريقيا، ولكن مش عايزين نحمله فوق طاقته. دي كوره. انا عايز اقول لكم رساله رئيس جنوب افريقيا لما عرف ان مستر موسيماني رايح النادي الاهلي، بنقول لهم بقى خدوا بالكم منها. ليه بقى؟ لان فيها معاني كتير جدا. رئيس جنوب افريقيا قدم التهنئه لموسيماني بعد توليه تدريب اكبر نادي في افريقيا، دي رساله كبيره. ومستر سيريل رامافوزا اللي هو رئيس جمهوريه جنوب افريقيا قدم التهنئه لبيتسو موسيماني بعد تعيينه مدير فني للمارد الاحمر في بيان رسمي صدر عن رئاسه الجمهوريه في جنوب افريقيا، اعرب فيه عن افتقادهم لبيتسو موسيماني كقوه كبيره جدا في كره القدم في جنوب افريقيا، لان الراجل تاريخ. الا ان تعيينه من قبل النادي الرائد في قاره افريقيا يعزز اواصر الصداقه بين مصر وجنوب افريقيا. انت بتتكلم عن بلدين كمان مش ناديين. واتمنى كمان رئيس جنوب افريقيا لموسيماني وجهازه المعاون التوفيق، وانهم يرفعوا رايه بلادهم ورايه كره القدم الافريقيه، ومع نادي هو بيفتخر بنجاحه وكمان بيفتخر بنجاحه جميع الافارقه. الاهلي الكبير يا جماعه خلي بالكم دي قيمته. الاهلي الكبير ده تعامل مع الموضوع بالطرق الشرعيه اللي بتؤكد احترامه لجميع الانديه. الاهلي عمل ايه؟ كابتن محمود الخطيب رئيس النادي رفض الدخول في اي مفاوضات جانبيه مع موسيماني، بالعكس هو دخل من البوابه قبل الحصول على موافقه موسيماني، قال قرر الحصول على موافقه باتريس موسيبي اللي هو رئيس نادي سان داونز جنوب افريقيا. والحقيقه ان الراجل ما تاخرش ابدا، بالعكس هو قال يعني انا طبعا حاجه كويسه بالنسبه لي وده افضل مدرب في تاريخ النادي، فانا موافق على الكلام ده. وتحقق حلمه الراجل بتولي تدريب نادي القرن في قاره افريقيا.